السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض محاضرات الريسبيراتوري موديول، وعنوان محاضرتنا النهاردة Biochemistry of some respiratory disorders. بس خليني افكركم كده بالكونسبت ماب بتاعت المحاضرات الريسبيراتوري موديول اللي عندنا، واتفقنا ان احنا بالنسبة لنا كبايوكيمستري هنتكلم عن الريسبيريشن من وجهة نظر مختلفة شوية، وهنقول عليها cellular respiration. خلاص، يعني انا هو ده اللي مهمني، تنفس الخليه بالنسبه لي. يبقى مجموعه المحاضرات بتاعتي ابتدينا واتكلمنا على اول محاضره رول اوف سيلر ريسبيريشن ان جلايكوليسيس كاربون دايوكسيد اند ووتر برودكشن، اتكلمنا عن ازاي بطلع اي تي بي في الستيجز المختلفه. بعد كده خدنا محاضره الكترون ترانسبورت تشين اللي اتكلمنا عليها كتير قبل كده من غير تفاصيل، خدنا التفاصيل بتاعتها وعرفنا ازاي الريديوسد كو انزيمز اللي دخلت ثابت الالكترونز بتاعتها عشان خاطر تبتدي تتحرك في التشين بتاعتي وسط الكاريرز عشان في الاخر تطلع لي الاي تي بي اللي انا عايزاه. بعد كده اتكلمنا على بايوكيمستري اوف ذا لانج، واتكلمنا مين يعني اللانج سيرفاكتنت، ولو في مشكله عندي في اللانج سيرفاكتنت يعمل النيونيت ده بيبقى عنده ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، وخدنا تفاصيل الديزيز بتاعنا. النهارده ان شاء الله هنتكلم على بايوكيمستري اوف سم ريسبيراتوري ديس اوردرز من البايوكيميكال بوينت اوف فيو، وبعد كده هتبقى عندكم اخر محاضره في الموديول ده اللي هي الجنرال بروتين ميتابوليزم، وقلنا دي اللي بنشوف فيها الافكت بتاع الليفر ديزيز، او لو حصل مشكله عندي في الليفر اللي هو مكان البروتين ميتابوليزم بتاعي هيحصل ايه في الريسبيريشن، هتتاثر ازاي. خلاص اتفقنا؟ خلونا نتكلم على respiratory disorders from biochemical point of view. ايه بقى المشكلة تكون عندي biochemically اللي تأفكت الديزيز بتاعي ده، او المشكلة اللي حصلت في الديزيز بتاعي ده اثر لي على respiration. اول حاجة عندي disorders related to the lipids، الphospholipids و disorders related to proteins. لو عندي مشكلة في الليبيد اللي هي in specific اتكلمنا على الphospholipid، اتكلمنا على pulmonary surfactant واتكلمنا عليها وخدتوها في محاضره قبل كده وكل التفاصيل عنها. اللي هنتكلم عليه النهارده الديسوردرز ريليتد تو بروتينز. ايه هي الديسوردرز ريليتد تو بروتينز؟ انا عندي لو عندي مشكله في الالاستين بروتين ده يعمل لي مرض اسمه الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي. خلاص كده، يعني لو عندي مرض اسمه الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي انا عندي بيبقى فيه مشكله او الالاستين بيبقى افكتد، وهنتكلم على التفاصيل بتاعته، واظن احنا سمعنا عنه السنه اللي فاتت، اتكلمنا عنه في الماسكرو سكيلتال موديول، وهنعمل ريفيزيت تاني على الالاستين ونتكلم عليه شويه النهارده كمان. عندي بعد كده ممكن يكون في مشكله عندي في ممبرين بروتين اسمه سي اف تي ار ممبرين بروتين، سيستيك فايبروزس ترانس ممبرين كوندكتنس ريجولاتوري ممبرين بروتين. ده اسم البروتين ده، وده هيكون النص التاني من محاضرتنا النهارده. هنشوف البروتين ده المفروض نورمال اللي بيشتغل ازاي، ولو حصل فيه مشكله يعمل لي مرض اسمه سيستيك فايبروزز، وهنتكلم على التفاصيل دي في نص المحاضره التانية ان شاء الله. في كل الحالات انا عندي سواء مشكله في الديسوردرز في الليبيدز او في البروتينز، انا عندي في الاخر ريسبيراتوري ديفيكولتي، انا عندي مشكله في الريسبيريشن. يبقى ايه هي محاضرتنا من البايوكيميكال بوينت اوف فيو؟ الديفكت عندي في البايوكيميكال اسبكت او بايوكيميكال بوينت هتاثر لي على الريسبيريشن وتعمل لي ريسبيراتوري ديفيكولتي. ايه اللكتشر اوتلاين بتاعتنا؟ احنا هنتكلم اول حاجه على الالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي وايه اللي بيحصل فيه بالظبط، وتاني جزء من محاضرتنا هنتكلم على السيستيك فايبروزس. يبقى النهارده احنا هنتكلم على المشاكل اللي بتحصل نتيجه مشكله في البروتينز، ودي الـ intended learning outcomes اللي هنتكلم عليها زي ما اتفقنا، سواء كانت على مستوى الـ alpha 1 antitrypsin deficiency والمشاكل اللي بتحصل نتيجة الـ deficiency ده، أو كمان إيه المشاكل في حالات الـ cystic fibrosis. خلوني أفكركم كده بالإيلاستين. الإيلاستين ده كنا خدناه السنة اللي فاتت، فاكرين أي حاجة عن الإيلاستين؟ اتفقنا إن الإيلاستين ده إيه؟ major protein component موجود في الـ elastic tissue. الإيلاستين ده بروتين فايبرس بروتين موجود في الالاستيك تيشو. ايه كان مواصفاته ايه الالاستين ده لو تفتكروا؟ هو اسمه الاستين، الاستين جاي من الاستيسيتي، يعني عامل زي الرابر، عامل زي الاستيك. فبالتالي انا عندي البروتين كومبوننت ده اللي موجود في الالاستيك تيشو عامل زي الرابر، كده بيقول عليه الاستيك تيشو. ومن ضمن الالاستيك تيشوز الريسبيراتوري تيشو زي اللانج والالفيولر ساكس والبلورا اللي حوالين اللي بتغطي اللانج، كل ده
محتاج يكون إلاستيك. ليه؟ عشان لما بنتنفس بيدخل بنتنفس وبيدخل الهواء، بنعمل انهيليشن، احنا باللونجز بتحصلها بتكبر، وبعد كده في الاكسهيليشن بتصغر. فانا محتاجة تبقى إلاستيك، تبقى عاملة زي الرابري عشان تساعدني على البروسيس بتاعة الريسبيريشن. خلاص اتفقنا. يبقى احنا الإلاستين ده ميجر بروتين كومبوننت في الإلاستيك تيشو، اللي من ضمنها اللونج ده فايبرس بروتين، ليه وظيفة حيوية قوي في الفانكشن اوف ذا لونج. طيب الإلاستين ده بيمسك في حاجة اسمها مايكرو فايبرز ويعملوا لي مع بعض إلاستيك فايبرز. شايفين الرسمة اللي قدامنا دي؟ انا عندي ادي الرسمة اهي، عندي في ادي المايكرو فايبرز اهي، بيمسك معاها الكور الحمراء دي اللي هي الإلاستين، ويعملوا لي مع بعض الإلاستيك فايبرز. هل الإلاستيك فايبرز اللي قدامي دي ليها شكل محدد؟ ملهاش شكل محدد. لو نفتكر مع بعض، الإلاستيك فايبر دي كانت أمورفس، ملهاش شكل محدد، بتمسك الإلاستين بيمسك في المايكرو فايبرز ويبقى شكلهم كده، ملهمش سكندري ستراكتشر ثابت ومحدد، وهم المسؤولين عن المرونة بتاعت الريزيلينسي، يعني المرونة بتاعت البالمونري ستراكتشرز، اللي هو سواء كانت الالفيولر وول، البرونكيوز، البلورا، كل ده محتاج مرونة، محتاج يحصل فيه ستريتش اند ريكويل عشان واحنا بنتنفس يقدر يحصل ده كل حاجة، يكسباند ويرجع تاني يريلاكس او يستريتش ويرجع تاني يريكويل. خلاص اتفقنا. كل ده زي ريفيزيت سريع كده على اللي خدناه قبل كده فيما يخص الستركتشر اوف الاستين. الالاستين ده عندي is highly stable protein، ممكن يقعد up to 70 years، بيتكسر زي الالاستين، بيتكسر بانزيم اسمه الالاستيز انزيم. طيب الالاستيز انزيم ده released من by mean by النيوتروفيلز. النيوتروفيلز دي نوع من انواع الوايت بلاد سيلز او الليكوسايتس اللي موجوده في جسمنا، بتطلع الالاستيز ده عشان يكسر الالاستين. طيب امتى بيطلع النيوتروفيلز بتطلع الالاستيز؟ لما الجسم يتعرض لبكتيريا. طب هو الجسم بيتعرض لبكتيريا؟ اكيد. احنا ما احنا بنتنفس مش ممكن واحنا بنعمل بنتنفس عادي ممكن يدخل جوه اللانجز بتاعتنا بكتيريا؟ بيحصل. دخلت البكتيريا دي على طول النيوتروفيلز بتاع جسمي او الوايت بلاد سيلز او الليوكوسايتس، تروح مطلعه الالاستيز انزيم، تروح على الالاستين بتاع البكتيريا مكسراه، فبالتالي تموت البكتيريا وما تعملش افكت عندي وتعملي ديزيز. طيب يبقى ده دور الالاستيز. طب وانا ايه اللي يضمن لي ان الالاستيز اللي طلع ده لما البكتيريا دخلت كسر بس الالاستين بتاعت البكتيريا وما كسرش الالاستين اللي موجوده اصلا عندي في اللونج تيشو؟ اللي يضمن لي ده ان انا عندي جلايكوبروتين اسمه الفا 1 انتي تريبسن. الالفا 1 انتي تريبسن الفا 1 انتي تريبسن ده جلايكوبروتين بيتصنع في الليفر لما الجسم بيتعرض للبكتيريا والالاستيز بيروح يموت البكتيريا دي يكسر الالاستين بتاع البكتيريا. الالفا 1 انتي تريبسن بيحمي اللونجز بتاعتي من الالاستيز، يعمل له انهيبيشن، يعمل له انهيبيشن بحيث ان هو ما يكسرش الالاستين بتاعت اللونج لكن يكسر الالاستين بتاعت البكتيريا بس. خلاص اتفقنا. تعالوا نعيد الكلام ده تاني عشان نفهمه ونفتكره اكتر. طيب انا الطبيعي عندي ايه؟ الطبيعي اللي بيحصل انا جسمي ممكن يتعرض لبكتيريا، لما باجي اتنفس بيدخل بكتيريا. طب دخلت بكتيريا اللونجز، ايه الريسبونس بتاع جسمي وجسمي بيتصرف ازاي؟ الوايت بلاد سيلز او النيوتروفيلز اللي هي نوع من انواع الوايت بلاد سيلز اللي موجوده في جسمي بتطلع انزيم اسمه الالاستيز. الالاستيز ده هنا دوره ايه؟ دوره يروح لللنج ويكسر الإلاستين بتاع البكتيريا. هل يكسر الإلاستين بتاع البكتيريا؟ إيه اللي يمنعه إنه يكسر الإلاستين بتاع اللنج بتاعتنا كمان؟ اللي يمنعه إن أنا عندي جلايكوبروتين بيتصنع في الليفر بيحمي اللنجز من إن هي الإلاستين بتاع اللنج من هو يتكسر بالإلاستيز، بيعمل إنهيبيشن للإلاستيز فيمنعه إن هو يكسره. ليه؟ انه يكسر الالاستين بتاع اللنج لكن يكسر بس الالاستين اوف ذا بكتيريا. خلاص اتفقنا. يبقى هقولها لكم اخر مره. انا عندي الطبيعي ان انا الالاستيز ده بيطلع من الوايت بي سيز لما بتعرض لبكتيريا، يخرج يروح يكسر الالاستين بتاع البكتيريا فيموت البكتيريا. انا بقى الالاستين بتاع اللنجز بتاعتي بروتكتد، محميه بجلايكوبروتين اسمه الفا 1 انتي تريبسن. الالفا 1 انتي تريبسن ده بيكود ذا لنج، بيغطيها
ويحميها من الإلاستيز، بيعمل له انهبيشن ما يخليهوش يأثر على اللونج، لكن يأثر بس على البكتيريا. اتفقنا على كده؟ طيب امتى يبقى عندي مشكلة؟ يبقى عندي مشكلة لو انا عندي مشكلة في انتاج الالفا 1 انتي تريبسن. وامتى يبقى عندي مشكلة في انتاج الالفا 1 انتي تريبسن؟ لما يكون عندي ميوتيشن في الجين اللي بيصنعه. طيب انا عندي ميوتيشن في الجين اللي بيصنعه، مكانه فين؟ هو بيتصنع فين؟ في الليفر. حصل عندي ميوتيشن، يا اما مش هيشتغل خالص او شغال بس عنده فيه مشكله. طيب الالفا 1 انتي تريبسن اللي طلع ده نتيجه ميوتيشن في الجين، تفتكروا هيبقى نورمال ولا اب نورمال بروتين؟ اكيد هيبقى اب نورمال بروتين. طب طالما اب نورمال يبقى هيبقى بروبرلي فولدد، يعني فولدد كويس، ولا هيبقى مس فولدد بروتين؟ هيبقى مس فولدد بروتين، هيبتدي يحصل له accumulation في الليفر ويعمل لي aggregates و polymerization في الليفر فيبوظ الليفر. خلاص؟ طيب أنا عندي دلوقتي في الحالة دي لو الجسم اتعرض لبكتيريا، مين اللي هيجري جري عشان يموت البكتيريا دي؟ ال neutrophils بتاعتي هتطلع الإلاستيز يروح يموت يكسر الإلاستين of the bacteria ويموت البكتيريا. فين طبقة الحماية اللي على اللانجز بتاعتي؟ هل هتبقى موجودة؟ هتبقى مش موجودة، لأن أنا عندي ألفا 1 أنتي تريبسين ديفيشنسي، عندي بروتين مش شغال، مش قادر يقوم بوظيفته. هل هيقدر يحمي اللونج؟ مش هيقدر يحمي اللونج، فبالتالي أنا عندي هيجي الإلاستيز يكسر الإلاستين بتاع اللونج، والعيان ده كمان يجيله ريسبيراتوري ديفيكولتي، ريسبيراتوري بروبلم، وحاجة اسمها إنفيزيما. خلاص اتفقنا؟ كمان الليفر عندي بايظ في العيان ده، فيبقى عنده مش قادر يطلع بايل سولتس، فعندي مشكلة في الدايجستشن بتاع الفاتس، فالفاتس هتنزل في الستول وتعمل عند حاجه اسمها استياتوريه. اتفقنا على كده؟ يبقى ده اللي بيحصل في الالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي. ايه هو بقى الالفا 1 انتي تريبسين؟ زي ما قلنا ده سنجل تشين جلايكوبروتين، ده الستراكشر بتاعه is formed in the liver زي ما اتفقنا. طيب حصل في يعني اتكون في الليفر، صنع في الليفر ومشي في السيركيليشن لحد اللونج، عشان ايه؟ عشان يحميها من مين؟ من الإلاستيز. يعمل له ايه؟ يعمل له انهبيشن، يبقى هو بروتيز انهبيتر لانه بينهبت النيوتروفيل إلاستيز، يبقى بروتكت تيشوز فروم انزيمز بتاعت الانفلاماتوري سيلز، بيحافظ على اللونج تيشو بتاعتي من النيوتروفيل إلاستيز اللي طالع من النيوتروفيلز عشان يكسر الإلاستين بتاع البكتيريا، وانا مش عايزاه يكسر الالاستين بتاع اللونج. خلاص اتفقنا؟ خلونا نشوف الكلينيكال بروبلم دي، جزء ابلايد على الجزء اللي احنا قلناه ده، ويعتبر ريفيزيت على اللي خدناه زمان قبل كده. 45 year old male presents to the outpatient clinic suffering from cough with viscid sticky sputum. عنده كف، عنده كحه، وعنده البلغم viscid وستيكي، خلاص يعني بلغم تقيل. increased dyspnea on exertion، يعني ايه dyspnea؟ يعني صعوبه في التنفس وخصوصا مع المجهود. for the last several months without smoking history، يعني يمكن لو كان بيشرب سجاير كنت قلت يمكن من السجاير مخليه كده، ده هو بيقولك هو اصلا ما عندوش smoking history. he has past history of chronic liver disease، يبقى هما كان عنده هو history قبل كده قديمه of chronic liver disease. خلاص؟ وعنده استياتورية. ايه هي استياتورية اللي لسه قايلينها واكيد سمعتوا عنها قبل كده؟ يعني عندي فيه الستول بتاعه containing fat، يعني عنده fatty diarrhea، يعني في عنده diarrhea وفيها الستول الدايريا دي فيها دهون. he has two family members who have died from lung disease، يبقى هو بيقول لي ان هو عنده كف، يبقى عنده respiratory problems، عنده dyspnea on exertion، يبقى دي respiratory problem، عنده مشكله في اللونج، كمان عنده liver disease وكمان steatorrhea، وكمان بيقول ان عنده family members عندهم جالهم قبل كده lung، ماتوا من lung disease. طيب نكمل بالكرايتيريا بتاعتنا بتاعت اي clinical problem. all blood lab tests are within normal limits except for low concentration of alpha 1 antitrypsin. بقى لقينا لما عملوا الانفستيجيشنز لقوا الالفا 1 antitrypsin قليل. كده بقى وضحت الصورة ان هو عنده الالفا 1 antitrypsin قليل، واتفقنا ان الالفا 1 antitrypsin ده بيعمل وظيفته ايه؟ بيحمي اللونج من ان هي تتكسر بالإلاستيز، هو بروتيز انهبيتور بينهبت الإلاستيز. هو مش موجود مش هيعرف ينهبت الإلاستيز، الإلاستيز هيطلع يكسر الإلاستين اللي موجود في اللونج ويعمل الريسبيراتوري بروبلمز.
ايه كمان؟ لقينا عنده كمان elevation of liver transaminases اللي هي الليفر انزيمز، لقينا عنده عالية. ما هو اللي عندي جين ميوتيشن طلع abnormal protein، حصل له aggregation of polymerization جوه الليفر، فبالتالي it affected the liver. وفي الآخر he was diagnosed as alpha 1 antitrypsin deficiency disorder. خلاص اتفقنا؟ يبقى ده ماشي مع القصة اللي احنا قلناها قبل كده، ان هو عندي liver disease وكمان عندي respiratory problem. خلينا نشوف ايه الكي بوينتس اللي في الكيس بتاعتنا، السيناريو زي ما احنا متعودين دايما ما كنا بناخد كيس دايما نعملها اناليسيس ونشوف ايه الكي بوينتس بتاعتي. طيب ايه الكي بوينتس؟ اول حاجه كلينيكال برزنتيشن، اللي عنده بريزنتد بايه؟ عنده كف respiratory problem و exertional dyspnea اهو، يعني عنده كف و visit sticky sputum وكمان عنده صعوبه في التنفس. ايه كمان؟ عنده history of liver disease واستياتوريه، يعني مشكله في الليفر قايل لي عليها، وكمان عنده في مشكله عنده في هضم الدهون. ايه الانفستيجيشنز اللي عملها العيان ده؟ بالظبط كده، عمل الالفا 1 انتي تريبسن لقاه قليل، وعمل كمان الليفر فانكشنز او ليفر انزيمز لقى فيها elevation. ايه كمان عندي مهم؟ انا عندي family history بيقول ان في family members died من lung disease قبل كده. What is the biochemical basis of alpha 1 antitrypsin deficiency؟ هو بقى انتوا اللي هتقولوا ايه اللي حصل في الالفا 1 antitrypsin deficiency. اول كلمه هنقول لما biochemical basis هنقول حصل ايه؟ حصل mutation in the gene coding for alpha 1 antitrypsin. طيب يبقى ده القصه بتاعتنا ماشيه ازاي؟ اول حاجه حصل ايه؟ حصل mutation في الجين. طيب اما حصل mutation في الجين طلعت لي بروتين سليم ولا بروتين مش سليم؟ طلعت لي misfolded بروتين. عندي بروتين فيه مشكلة، حصل له aggregation في الليفر، اتجمع في الليفر وعمل لي liver disease. طيب هل كده معناها ان انا عندي بروتين بكمية كافية يقدر يقوم بوظيفته ولا ما عنديش بروتين يقدر يقوم بوظيفته؟ اكيد ما عنديش normal alpha 1 antitrypsin مش قادر يقوم بوظيفته. طب نفترض دلوقتي انا اتعرضت لبكتيريال infection، دخل بكتيريا النيوتروفيلز بتاعتي طلعت، طلعت الإلاستيز، راح بسرعة عشان يكسر ايه؟ الإلاستين بتاع البكتيريا. مفيش حاجة عاملة له انهبيشن، مش لاقي ألفا 1 أنتي تريبسن عشان ينقذني، فهو فري دلوقتي إن هو يدستركت يكسر الإلاستين بتاعت اللونج مش بس بتاعت البكتيريا، لأن أنا ما عنديش ألفا 1 أنتي تريبسن عشان خاطر يحميني. فبالتالي عمل دامج للاير ساكس بتاعي والالفيولاي والبريزنج، عمل لي لونج ديزيز وحاجه اسمها انفيزيما. خلاص اتفقنا؟ يبقى ايه البايوكيميكال بيز اوف الفا 1 انتيتريبسن؟ اول حاجه الفا 1 انتيتريبسن ديفيشنسي، اول حاجه نقولها ان عندي ميوتيشن اوف ذا جين. واتفقنا ان المكان الطبيعي لتصنيع الالفا 1 انتيتريبسن مكانه فين الطبيعي؟ في الليفر، ده الميجر سايت فور السنسز اوف الالفا 1 انتيتريبسن. حصل جين ميوتيشن عندي بتاع الجين كودنج فور الالفا 1 انتيتريبسن، هل هيطلع لي بروتين طبيعي ولا هيطلع لي مس فولدد بروتين خد شكل البيتا بليتد شيتس بدل ما ياخد النورمال ستراكشر بتاعه، وابتدى يحصل له اجريجيشن وبوليمرايزيشن ويتجمع جوه الليفر، عمل دامج للهيباتوسايتس وعمل ادى الى تليف في الكبد والليفر سيروزز. خلاص اتفقنا؟ يبقى هو كده وراني ايه المشكله اللي حصلت في الليفر، ليه في ليفر ديزيز؟ لان نتيجه البوليمرايزيشن والاجريجيشن بتاع المس فولدد بروتين، هو مس فولدد، هو بروتين مش طبيعي نتيجه الميوتيشن اللي حصل عندي في الجين كودنج فور الالفا 1 انتي تريبسن. عايزين نشخص العيان ده هنشخصه ازاي؟ زي الكيس اللي احنا شفناها، عملت بلود تيست للكيس لانها concentration of alpha 1 antitrypsin قليل، يبقى الناس اللي عندهم alpha 1 antitrypsin deficiency يبقى هنلاقي عندهم لو عملنا blood test هنلاقي عندي قليل، وجينا عملنا genetic testing هنلاقي في الجين mutation، عشان عملنا genotype testing عشان نعرف التايب of mutation اللي حصل. كده نبقى خلصنا اول جزء من المحاضره بتاعتنا النهارده، الالفا 1 انتي تريبسن ديفيشنسي. هناخد الريسبيراتوري ديس اوردر الثاني، هنتكلم على السيستيك فايبروزز. خلوني اقول لكم الاول على السيستيك فايبروزز، ده اشهر سبب للامراض الرئويه المزمنه عند الاطفال، ده سبب مشهور جدا لامراض الرئه، ده the most common cause of chronic lung disease in children. بس قبل ما نبتدي كلام على السيستيك فايبروزز خليني اقول لكم كده في الطبيعي المفروض ايه اللي بيحصل. انا عندي الدكتس المختلفه اللي موجوده في جسمي، سواء الدكتس دي موجوده في الريسبيراتوري سيستم، الدايجستيف سيستم، البنكرياس وغيرها من الاورجنز. الطبيعي ان انا الدكتس بتاعتي دي من جوه المفروض تبقى وات،
تبقى فيها ميوكس، تبقى فيها سيكريشنز. السيكريشنز اللي جوه دي ايه النورمال كونستيتوينتس بتاعتها؟ لازم يكون فيها صوديوم، يكون فيها كلورايد، تكون ويل هايدريتد، فيها ميه، بروستاجلاندينز وغيرهم. لازم السيكريشنز دي اللي تبقى موجوده جوه الداكتس تبقى ثين سيكريشنز عشان احافظ على النورمال فلو اللي موجود جوه الداكتس المختلفه. وكمان لو الجسم او الداكتس دي تعرضت لاي بكتيريا او انفكشن بسهوله الجسم يتخلص منها من خلال السيكريشنز دي او الميوكس ده. خلاص اتفقنا مين اللي بيحافظ على السكريشنز بتاعتي دي، الداكتس بتاعتي دي من جوه تبقى وات وتبقى ويل هايدريتد؟ عندي ترانس ممبرين بروتينز، ترانس ممبرين شانلز او بروتينز، دي اللي بتحافظ على ان السكريشنز دي تبقى ويل هايدريتد، تبقى وات فتقوم بالوظيفه بتاعتها. خلونا بقى نتكلم نشوف مين هي زي مين الترانس ممبرين بروتينز. عندي في جين اسمه سيستيك فايبروزيس ترانس ممبرين كوندكتنس ريجليتور جين. ايه الجين ده؟ اختصاره ايه؟ سي اف تي ار جين. الجين ده بيكود فور ايون شانل بروتين، ترانس ممبرين بروتين، بوابه بتكنترول الري ابزوربشن اوف كلورايد. يبقى عندي بوابه في السيل بتاعتي، في الممبرين بتاع السيل، بتتحكم في خروج ودخول الكلورايد عندي. الطبيعي ان انا محتاجه ان عندي احافظ جوه الداكتس بتاعتي من جوه على نسبه كلورايد معاها صوديوم. الكلورايد والصوديوم لما يبقوا موجودين يسحبوا مين معاهم باي اوزموزز؟ يسحبوا الميه. يبقى الداكتس بتاعتي من جوه تبقى وات وويل هايدريتد وفيها ووتر كونتنت كفايه بحيث ان السكريشنز دي او الميوكس ده يبقى ثن، ما يبقاش تخين ويبقى فيه مشكله. طيب انا عندي الممبرين بروتين ده لو في حصل فيه مشكله، لو عندي فيه جين ميوتيشن، ادي هو الممبرين بروتين اهو، لو حصل عندي ميوتيشن اهو في السي اف تي ار شانل، لو حصل ميوتيشن في المنطقه دي ايه اللي يحصل؟ هل حركه الري ابزوربشن بتاع الكلورايد هتبقى طبيعيه؟ لا، فبالتالي هيتحبس جوه الكلورايد، هو طبيعي يخرج من جوه لبره السيل. الكلورايد هيتحبس جوه، هيحبس مع مين جوه؟ هيحبس معاه الصوديوم. طيب كلورايد وصوديوم اتحبسوا، الايونز باي اوزموزز هيسحبوا مين من جوه الداكتس؟ يسحبوه لجوه، هيسحبوا معاهم الميه باي اوزموزز، فبالتالي السكريشنز بتاعتي مش هتبقى ويل هايدريتد، مش هيبقى فيها ميه كفايه، هتبقى ثيك ميوكس، هتبقى تخينه. طب ايه المشكله اما الميوكس عندي يبقى تخين؟ اما الميوكس عندي يبقى تخين هيفضل يكبر 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 لحد ما يقفل الداكتس بتاعتي دي. العيان ده يجيله مشاكل airway obstruction، مشاكل ان البنكرياتك داكتس مقفوله، ويبقى عنده مال digestion ومال absorption. طيب ايه كمان لما يبقى عندي السكريشنز بتاعتي دي الميوكس ده تخين، قفل الايرويز بتاعتي او قفل الداكتس بتاعتي بسهوله، لما يجي بكتيريا او فيروس دخل جسمي يمسك فيهم والجسم ما يعرفش يتخلص منهم، فبالتالي العيان ده يجيله infection وinflammation. يبقى تاني ايه اللي بيحصل في الطبيعي؟ انا عايزه احافظ على الداكتس بتاعت جسمي من جوه ويل هايدريتد، خلاص تبقى السكريشنز بتاعتي وات وفيها ووتر كونتنت كفايه بحيث انه الجسم يقدر يتخلص من اي بكتيريا او فيروس او اي حاجه دخلت الجسم. مين اللي بيوفر لي ده؟ بيوفر لي ده في ممبرين بروتين اسمه سي اف تي ار. السي اف تي ار ترانس ممبرين بروتين ده بيتحكم في الري ابزوربشن اوف كلورايد، يحافظ على نسبة الصوديوم والكلورايد بره السال بتاعتي او في الدكتس بتاعتي من في اليومن بتاعها، بحيث ان هم طالما عندي كلورايد عندي صوديوم يسحبوا معاهم ميه باي اوزموزز، فبالتالي انا عندي الدكتس بتاعتي من جوه تبقى ويل هايدريتد، تبقى فيها ميه كفايه، السكريشنز بتاعتي تبقى ثين، ما تبقاش تخينه، ما يبقاش عندي مشكله في جسمي في الدكتس دي. لو انا عندي حصل ميوتيشن في ال سي اف تي ار شانل دي اتقفلت، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الري ابزوربشن بتاع الكلورايد فيه مشكله، هيتحبس جوه، هيحبس مع مين كمان؟ الصوديوم يتحبس معاه. طيب لما حبست الصوديوم والكلورايد الري ابزوربشن بتاعهم فيه مشكله، الميه هيحصل لها ايه؟ الميه طبيعي هتتحبس مع الايونز باي اوزموزس، تتشد من السكريشنز اللي في اليومن تدخل جوه عندي، فبالتالي انا عندي السكريشنز الميوكس اللي بره بقى تخين، ما عادش فيه ميه كفايه، فهيبقى تخين، يبتدي يكبر يكبر يكبر، يقفل الاير ويز بتاعتي او يقفل الداكتس بتاعتي. دي اول مشكله.
تاني مشكلة اما الجسم يتعرض لاي انفلاميشن او انفكشن، تيجي البكتيريا او الفيروس دي تلزق في الميوكس ده، فبالتالي العيان ده يشتكي من انفلاميشن وانفكشن، وده اللي بيحصل في حالات السيستيك فايبروزس. خلاص اتفقنا؟ تعالوا نشوف حالة البنت بتاعتنا، الكيس سيناريو ده. 13 year old girl complains of recurrent cough with sputum production. عندها كحة recurrent فيها sputum production، كحة بلغم. It sometimes causes her to vomit. من كتر ما هي جامدة بتخليها to vomit. She can't remember when it all started. هي مش فاكرة. But she thinks it was some years back. في فاكرة انها حاجة، هي مش فاكرة بالظبط ابتدت معاها الموضوع ده من امتى، بس هي فاكرة انها حاجة من زمان. خلاص من سنين، لان هو دي حاجه كرونيك، انا عمال عندي كل شويه السبيوتم ده بيتراكم او الميوكس ده بيتراكم. She says she gets short of breath، مش قادره تتنفس. She had a previous history of recurrent episodes of pancreatitis. زي ما احنا شايفين كده، هي جايه بتشتكي من كحه معاها بلغم او سبيوتم، بتقول هي مش فاكره من امتى، هي فاكره انها حاجه قديمه. اتفقنا ان انا الديزيز ده عندي حاجه كرونيك، وفي shortness of breath. ليه عندها هنا shortness of breath؟ لان انا عندي مشكله في زي ما اتفقنا في الترانس ميمبرين، في ميوتيشن، ففي مشكله في الترانس ميمبرين بروتين اللي بيحافظ على السكريشنز بتاعتي انها تبقى وات ويبقى فيها ميه كفايه، بتمنع الري ابزوربشن بتاع الكلورايد، فبالتالي حبست الميه وسحبت الميه من السكريشنز دي، بقت تخينه، فبالتالي الميوكس ده ابتدى يتراكم جوه الاير ويز بتاعتي قفلها، وعشان كده عندها شورتنس اوف بريث. تاني حاجه عندها هيستوري اوف بانكرياتايتس. ليه بانكرياتايتس؟ لان انا عندي اتفقنا ان الدكتس المختلفه في جسمي اللي منها البانكرياتيك دكتس بتشتغل بنفس الميكانيزم، انا عندي البانكرياتيك دكتس دي طالما السكريشنز اللي فيها ما بقتش ويل هايدريتد، بقت تخينه، اللي عملت مشكله في البنكرياس. خلونا نشوف اما عملنا اكزامينيشن. شي از كانت العينه دي البنت دي شي از بيل اند ثين. بيل اند ثين دي يديني انديكيشن ان في ايه، ان في عندي مال نيوتريشن، ان هي ممكن تكون ما بتاكلش كويس او عندها مشكله في امتصاص الاكل. ويزز اند كراكلز كان بي هيرد اون ذا لونج، لما سمعنا الشيست بتاعها لقينا في ويزز وكراكلز، يعني الاوسكلتيشن او سماع صدرها ما كانش كويس. عملنا لها الانفستيجيشنز، عملنا لها تشيست اكس راي زي ما احنا شايفين كده، لقينا لونج مقفوله تماما، الرايت لونج مقفوله تماما، واللفت لونج هايبر انفليشن. يعني ايه؟ يعني في رئه ما بيخشهاش هوا خالص، والرئة الناحية التانية مليانة هوا. ليه بيحصل ده؟ عشان تعوض رئة بتعوض المشكلة اللي حصلت في الرئة التانية. يعني ايه رئة مقفولة تماما؟ يعني الاير واي مقفول، مسدود. مسدود بإيه عند البنت دي؟ مسدود بالميوكس، اتقفل، السكريشنز بقت ثيك، ما عادش فيها مية كفاية، فبالتالي اتقفلت، فبالتالي ما عادش الهوا عارف يدخل الرايت لونج، فعوض ده انه الليفت لونج بقت هايبر انفليتد. عملنا لها تو دايجنوستيك تيستس عشان نتاكد اذا كان ده سيستيك فايبروز ولا لا. احنا قلنا السيستيك فايبروز ده جينيتيك ديزيز او في جين ميوتيشن، يبقى عملنا لها جينيتيك اناليسيس، لقينا فعلا في ميوتيشن في سي اف تي ار جين، يبقى ده اول حاجه اتاكدنا اهو ان في ميوتيشن في الجين. تاني حاجه في تيست دايجنوستيك فور السيستيك فايبروزز اسمه سويت تيست. السويت تيست ده بقيس الكلورايد كونتنت، صوديوم كلورايد كونتنت في السويت واشوفه، لو لقينا فيه المفروض نسبه طبيعيه خلاص يبقى العيان ده ما عندوش مشكله، لو لقينا ابنورمال كونتنت اوف الصوديوم كلورايد او كلورايد يبقى عنده مشكله العيان ده في الترانس ميمبرين بروتين، هو سي اف تي ار بروتين. خلاص اتفقنا. عملنا السويت تيست ده لقيناه في تو سيبريت اوكيجنز، لقيناه فعلا ابنورمال سويت كلورايد كونتنت عند البنت دي. البنت دي اتشخصت ان هي سيستيك فايبروزز، اديناها ايه عشان نعالجها البنت دي؟ هي خلي بالكوا هي جايه عندها اوبستراكشن في الاير ويز، فانا لازم اديها الاوبستراكشن ده لازم اديها حاجات تفك الاوبستراكشن، حاجات تعملي ثيننج للميوكس بتاعي، واديها انترافينوس انتيبيوتكس عشان خاطر الانفكشن. ايه كمان؟ اديتها بانكرياتيك انزيم سبلمنتيشن. ليه؟ عشان البنت دي عندها بانكرياتيتس، عندها مال نيوتريشن، هي سن وبيل، ما عنديش امتصاص كويس للاكل اللي هي بتاكله، لان هي عندها البانكرياتيك دكتس مقفوله بالميوكس، فبالتالي البانكرياتيك انزيمز او لايبيزز مش قادره تعمل دايجستشن كويس وابزوربشن للاكل اللي بتاكله، فبالتالي انا لازم اديها سبلمنتس بانكرياتيك انزيمز وفيتامينز عشان تعوض المشكله دي.
كده نقدر نقول مع بعض بقى الباثوفيسيولوجي اوف سيستيك فايبروز ان لانج هو ايه اللي حصل. انا عندي جين ميوتيشن، ففي مشكله في الجين اللي حصل، اداني بروتين ابنورمال، ترانس ميمبرين بروتين، هو سي اف تي ار ترانس ميمبرين بروتين. طالما عندي ابنورمال ميمبرين بروتين هيعمل ايه في السيرفيس سيكريشنز او الميوكس اللي موجود على السيرفيس بتاعي اللي موجود في اليومن، هيحصل فيه ايه؟ هيبقى ابنورمال سيكريشنز، هتبقى فيها ميه كفايه ولا ما فيهاش ميه كفايه؟ ما فيهاش ميه كفايه، هتبقى ثيك سيكريشنز، هتقفل الاير ويز بتاعتي، تعمل لي برونكيال اوبستراكشن. طالما عملت برونكيال اوبستراكشن كمان هتجمع البكتيريا والفيروسز، اللانجز مش هتعرف تتخلص منها، الاير ويز مش هتعرف تتخلص منها، فالبنت دي جالها انفكشن او انفلاميشن، وده اللي بيحصل في عيانين السيستيك فايبروزز. خلاص اتفقنا؟ يبقى مهم قوي نبقى عارفين الباثوفيسيولوجي او البايوكيميكال بيزز. انا عندي جين ميوتيشن، الجين ميوتيشن عمل ايه؟ عمل ديفكتيف او ديفيشنت ترانس ميمبرين بروتين. انا الممبرين ترانس ميمبرين بروتين ده يا مش موجود يا مش طبيعي. طيب انا بقى عندي ابنورمال ترانس ميمبرين بروتين، هل الحركة الكلورايد هتبقى طبيعية؟ لا مش هتبقى طبيعية، فبالتالي السيرفيس سكريشنز عندي هتبقى ويل هايدريتد وفيها مية كفاية ولا لا؟ لا، ده المية اتسحبت منها، فالسكريشنز هتبقى ثين ولا هتبقى ثيك وتخينة؟ هتبقى ثيك وتخينة. السكريشنز دي الميوكس ده قفل، عمل obstruction، فضل يزيد يزيد يزيد، لما عمل bronchial obstruction قفل الـ airways، الـ secretions التخينة دي جمعت infection، جمعت bacteria وجمعت viruses، الجسم مش عارف يتخلص منها، فبالتالي العيان ده يجيله infection و inflammation. اتفقنا ان cystic fibrosis ده genetic disease genetically transmitted located على كروموزوم 7A. الجين ده لازم اكون عندي التو كوبيز من الديفكتيف جين عشان يبقى عندي الديزيز. خلاص ده اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر، واتفقت معاكم ان ده اشهر سبب للكرونيك لانج ديزيز ان تشيلدرن. تاني ايه اللي حصل في السيستيك فايبروز؟ انتوا بقى اللي تقولوا ايه اللي حصل. انا عندي تو ليتل كلورايد بيبقى ري ابزوربد، تو ليتل صوديوم ري ابزوربد. صوديوم وكلورايد زي ما احنا شايفين كده اهو في الرسمه، اهي شايفين انا عندي اهو ترانس ميمبرين بروتين اهو مقفول، في عندي مشكله خلاص، فاتحبس جوه اهو زي ما احنا شايفين. طيب بالتالي الصوديوم عندي هيتحبس معاه جوه اهو، فبالتالي الميه باي اوزموزز هتتسحب. منين؟ من السكريشنز بتاعتي، الميه هي اتحبست جوه، لان باي اوزموزز الايون كونسنتريشن كتير هيسحب معاه الميه، فبالتالي الميوكس اللي موجود على السيرفيس ده بقى ثيك سكريشنز، بقى الميه فيه قليله، بقى دراي ثيك، فبالتالي العيان ده يجيله المشاكل اللي قلنا عليها بقى الاوبستراكشن والانفكشن والانفلاميشن. خلاص اتفقنا؟ ده اللي قلنا عليه، انا الثيك سكريشنز الجسم مش هيعرف يتخلص منها، اللنجز مش هتعرف تعمل كليرنس للميوكس ده، بتقفل الاير ويز بتاعتي، يجي العيان ده مشاكل في التنفس، يبقى عنده شورتنس اوف بريث زي البنت اللي قلنا عليها دي، وكمان انفكشن وانفلاميشن. البنت دي بتيجي العياده بتشتكي من ايه؟ عندها زي ما احنا شايفين كده، هتشوفوا الكلام ده في الاطفال، البنت بتشتكي من دي، بيبقى عندها دي تنفس وعندها كحه ببلغم كتير حتى مش عارفه تخرجه، خلاص لان هو بيبقى ثيك تخين هي مش عارفه تخرجه، فلا من بكتيريا وانفكشن. نفس الحكايه بتحصل في البنكرياس، احنا اتفقنا ان انا عندي البنكرياتيك داكتس دي الطبيعي اللي بيمشي فيها الدايجستيف انزيمز عشان تشتغل، اللي هما اللايبيزز البنكرياس لايبيز عشان تهضم الاكل اللي احنا بناكله. طيب العيانه دي عندها مشكله، او عيانين السيستيك فايبروزز عندهم مشكله في السكريشنز، السكريشنز بتاعتهم بتبقى ثيك، بتبقى ناشفه، نوت ويل هايدريتد، هل الفلو عندي هيبقى طبيعي؟ لا مش هيبقى طبيعي. الثيك ميوكس هيعمل ايه؟ هيقفل الدايجستيف تيوبز دي او الدكتس دي، فبالتالي الدايجستيف انزيمز مش هتعرف تشتغل، ما هي مش هتعرف تمشي تروح للسمول انتستين عشان تقوم بوظيفتها، فبالتالي انا عندي الانتستين مش هتعرف تابزورب النيوترينتس او الاكل اللي احنا بناكله، مش هتعرف تعمل له دايجستشن وابزوربشن، اكني باكل وما بستفدش بالاكل، عشان كده العيانين دول بيبقى عندهم مال نيوتريشن، صح كده؟ لان عندهم مش بيقدروا يستفيدوا بالاكل اللي احنا بناكله، فبالتالي انا عندي كل الليبيدز بقى هتنزل في الستول عندي، العيان ده بيبقى عنده جريسي ستولز و بور ويت جين، ما بي النمو بتاعه ما بيبقاش طبيعي وما بيبقاش فيه نورمال يعني جروث نتيجه المال نيوتريشن.
اشخص عيان السيستيك فايبروز ازاي؟ اتفقت ان عندنا تو دايجنوستيك تيست قلناهم في الكيس بتاعت البنت مين هم، ده جين ميوتيشن فبعمل جيناتيك اناليسيس. خلاص اتفقنا، يبقى ده اول حاجه. تاني حاجه اتفقت معاكم ان في تيست دايجنوستيك تيست اسمه سويت تيست، بيشوف الصوديوم كلورايد في السويت بتاع العيان ده. يبقى لما نسالكم على مين هم الدايجنوستيك تيست فور السيستيك فايبروزز، كده كده بعمل جيناتيك اناليسيز لاي في اي ديزيز في جين ميوتيشن او في جيناتيك بروبلم، والكونفيرماتوري تيست او الدايجنوستيك تيست عندي هو السويت تيست. تفتكروا بنعالج العيان ده ازاي؟ عيان السيستيك فايبروز زي ايه مشكلته؟ عيان عنده مشكله انه عنده اوبستراكشن في الاير ويز، الاوبستراكشن ده نتيجه ايه؟ نتيجه الميوكس اللي قافل الاير ويز دي. فبديله اول حاجه، بديله حاجه، مش بنقول حد بياخد ادويه تدوب البلغم مذيب للبلغم، دايما احنا نقول حد تعبان عنده اوبستراكشن في الاير ويز بيروح للدكتور يكتب له دواء موسع للشعب ومذيب وطارد للبلغم، صح كده؟ يبقى العيانين دول بنديهم برونكو دايليترز لان هم عندهم شورتنس اوف بريث، عندهم الاير ويز مقفوله فبالتالي عايزه موسع للشعب، فبديله برونكو دايليترز. تاني حاجه بنديله مذيب وطارد للبلغم، ايه هدفه؟ لما بدي مذيب بيدوب الميوكس، بيعمله ثيننج، بيخليه خفيف، فبالتالي سهل العيان ده يقدر يكح البلغم ده ويخرجه. خلاص اتفقنا. طيب هو العيان ده عنده بس مشكله ريسبيراتوري ولا عنده كمان مشكله بانكرياتيك؟ عنده مشكله في البنكرياتيك انزيمز، فبديله زي البنت دي زي الكيس اللي شفناها، بديلها بنكرياتيك انزيم سبلمنتيشن وبديلها فيتامينز عشان هي عندها مال نيوتريشن وهاي كالوري دايت، لان هي اصلا عايزه بيتر نيوتريشن، فبالتالي بديها حاجات تعوض المال نيوتريشن والمال ابزوربشن ودايجستشن اللي موجود عندها. كده نبقى خلصنا السيستيك فايبروزز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.